للأسف يا شيخ، هنا في لدينا في المسجد ليلة خطيب نفس المدينة، يأتينا خطيب جمعة من مدينة أخرى تبعد عنا تقريبا 25 كيلو متر أو أكثر، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا بأس من ذلك إذا لم يكن لديكم خطيب منكم وفيكم يعرف حوائجكم ومصالحكم، ما في مانع أن يأتيكم رجل مسلم يخطبكم ويصلي بكم إذا كان أهلا لذلك، لا بأس. لا بأس، ولكن في المدينة التي نسكن فيها يوجد هناك بعض الناس يمكن أن يخطبوا. سامحك الله، أنا بقول لك إذا كان لا يوجد عندكم من يخطبكم ويصلي بكم وهو عالم بشؤونكم، قلت لك سلفا هذا، فإذا كان يوجد فلماذا تدعون الرجل البعيد وتكلفونه أن يقطع المسافة؟ أما إن كان مفروضا عليكم لسبب أو آخر هذا شيء آخر، فإذا كان هناك شيء يعني تشعر أنك بحاجة إلى توضيحه فلكل سؤال جواب. سمعتني؟ العيد. نعم نعم سمعتني؟ العيد.